عليهم ماك ما غاديش معايا حيت كرا ليا راسك زعما بلا ما نمشي معاكم زعما ما نفشكل. صباح الخير. اي شكي وليدي اصاحبي عرفتي حنا خرجتي نمشي باش نطلبك صاحبي والله الا وجهك وجهك من فوق اخويا. صباح الخير. صباح الخير. واش نعستي من الخمسه ديال العشيه ديال ديك الساعه دير اش باقي تك امون بلي الله يخليك عليهم جاي ديالك الله يرحمك ويدير لك هكا الشيء حاشا المهم دابا داك الدوار شوف دابا شوف غادي تمشي مع الطريق ديريكت ياك كاين الدوار الاولاني وكاين الدوار اللي مورا اللي كاين في القد داك اللي فيه داك هذيك الساحه شتي ديك الساحه كبيره داك هو تبقى اللي فيه كاين مركز جماعه تبقى هكا كتدخل كاين واحد الدوار سميتو ايميليت داك اللي كاين هكا وسط الطريق هذه ومورا هنا سميتو ايميليت ايميليت كاين في الاخر الجيال وهنا كاين امس وزارت تلاقى عطات سميتها اكادير شي حاجه هنا كاين امس وزارت ولكن هنا كاين تبقى مورا والدوار ديالنا حنا كاين داك الجبل هذا مورا من هادشي يعني كتمشي هكا وكتطلع هكا مزيان هذا هو البلوك. غير كنت ما كنتش دابا ولا في الغالب في الغالب كتشوف تما كتبقى شو شارع كاري لا لا بخش نعم هنا زعما غير اخذ ليني ديال الوصل من الضروري خصك دير قصه يا لي غير تستعمل من تستعمل انا تيني ان شاء الله في يعني وكيد الجماعه ربما راه تجي تقري تمار اي اي سنه قال فراري فراري يدو يدو الصفات اقل ابي درس دقه شرب يكون جنب يعني هيد كان مدور لان العبارات اللي كاينه خصنا نوجد تلاح الاقسام لا بنت لحكي زكيه
واخا كي ها 80 متر هذا مشك يا غني راه 90 مشك متر على 90 على 90 لا غير رجست هذا هو كذا ما ري ياسين بورطابل صافي لا دي الصور حولنا نصور بورطابل ياسين هذا بورطابل هاك متر على ميكرو هاتي ها كم؟ ضروري كل واحد فينا يكون عارف
كما اسمح صار من رأس اسمح صار من نحاول الدراري نحاول نحاول نحرك الرزق ديالنا خاصة الدراري نحاول نقبل وعينا نوصلوا بشكتيف ديالنا لكن إن شاء الله شيء غير ديالي أنا ولا ديال زباني ولا ديال عالم ولا ديال معطل ديالي بس لا أنا شدت ديالنا كامل من العصر ديالنا كنت يسمعين ما الدراري بدكم نحاول ممكن نزيرا فهذا الشيء يبقى وإن شاء الله يكون
ماشي بقى لينا داكشي اللي سهل. لا لا علينا قبل ما تعشى ان شاء الله عندنا واحد الخدمه خفيفه ياك لا 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 لي فانيا لي مونتاج جبناهم بيد الحمد لله كان غير نص اشنو بقى لينا جوج حوايج اول حاجه غادي ناخذوا هذا الكراط اللي بغينا غادي نديرو التيب ياك التيبو وغيبقاو هاد الكراسه المقاعد غادي نحطوهم في الدور في التيبو نستفوهم تمايا كوم سي بقى لي قسم خاوي باش نخدمو تماثيل تا ورديك سما قلت غي مكا اتاميتي يا نغيتي يا دوداي مغوري دونك الى سالينا الدراري اليوم الخدمه فين فينا ديزينا نعم صايب غدا ان شاء الله غتبقى عندنا خدمه قليله نخدمو ناخذ راحتنا في الدوران نديرو اللي بغينا صافي زاد ستيدا ولا هذيك تاجيني زيجا كانوا عندي ثلاثة واخا يكون عندي غا واحد نقسمهم معاك
غدير لي غنقسمو معاك اخويا. انا ما نقسموش معاك انا حصري. والله انا باغي نكمل اليوم حيت غدا كيرميش الدراري يمشيو كملت اليوم غير ما كاين لا كيرميش لا والو غنجي معايا للقيس ونسالي بالخدمه. ها نشوفو الكيرميش. انا ضرب خمسه ليرات فين غدير الكيرميش؟ اش غنبقى نتفرج غدير الكلمه؟ لا لا غدير غدير. ايوا هي اللي طلعتي تكابل خدمتي. منير بغيتي يضرب لي البرد. واش منير بغيتي يضربها البرد دابا؟
اهلا شوف القلب هو قد بره كل وحده في غض غر ترميتي يا سفرة لمن ورسولي فما تدوي لمن ورسولي فما تدوي السيغابولي وترميتي يا سفرة السيغابولي وترميتي يا سفرة طرحي ما تدوي فما تدوي طرحي ما تدوي فما السلام عليكم. اولا اسمي الحسن يتهما رئيس في جمعيه الترك. بالنسبه للجمعيه تشكيل غماس جماعه توقال اللي تابعنا القياده الازدواء دائره التلوين عمل التردان. السلام عليكم. اولا معكم ابراهيم بولي نائب رئيس جمعيه الترك. يعني المنطقه يطلع المنطقه اللي شوي التهمه بالنسبه للسياحه ولا بالنسبه لبزاف الحوايج، يعني تميز بزاف في المناظر كبحيره افني ك اعلى جبل اللي تيغنى هو تبقال اللي تقريبا يغنى اعلى جبل على شمال افريقيا. يعني المنطقه تسهل سين تكن بزاف ميدن، ولكن للاسف باقي انا تعاني بزاف المشاكل. يعني المشاكل اللي غتعاني بزاف كان اللي زغاني غراسن اللي صدقه التغطيه الصحيه اللي صدقه بزاف المسائل. يعني بزاف نيموكريس ناري تي دار ميدن لاني دوران اللي تعاني غا ترونسبور لا بالنسبه للهضر المدرسي لا بالنسبه للسبيطار الولاده اللي لان تقريبا على بعد 70 كيلومتر تقريبا. يعني ارتيلين تموكريسين يعني زيد المواشي التانتنين ارتقست عنين يعني ارتي التشكي يعني المناخ ارتيلي تلج غيد ارتيلي تلج بزاف بالنسبة للهضر المدرسي بزاف ارتقست عنين بزاف تفرخين. يعني تفرخت ارتقرت تقريبا
ساس من بعد غاك تلتحقس الكوليج يعني ارطرت غادر المدرسة يبعد يعني البلاصة اللي غادا قرأ كان تقريبا ضغط 15 كيلومتر. بالنسبة لغرس الحمد لله مؤخرا تقريبا مد نخدم الغرس يعني غرس تقريبا ان شاء الله يقرب يزري غرس اللي غمان سيدران غير انتنا غمان بزاف في قيس بزاف الإكراهات. انا اتمنى ان شاء الله صغر الجهات المختصة هتتدخل نتغميات بزاف المسائل ان شاء الله. أنا الطلبة المحسنة دا عاونا اختصوا معي انتو لانتات ان شاء الله اتكمل بإذن الله ديال القضية من قضية الأرامل لانت الأرامل اللي احتاجان غير بزاف الان ما تنتي تعاوني ولا انتي بالنسبة دارس الدلائل اللي يقران قد انتي تخصوا مسائل الساغنة الحواج الدلائل الكتوبات بزاف المسائل لان قسم دلي مريد داتري المسائل الساغنة الدواء وليني ولدارسني إلي دمية داركم بلا غران تشكار أركم سنين مير مرحبا بكم اي واحد يشكى الدار نخصيد مرحبا بيت ميدن غير الحمد لله سولي قامه مكان الجد الكرام رغم القاسيات اللي صغات عنين مين الحمد لله يغلان ميدن زين تكوني يعني ارتسالت الامور غير كانت دي تقريبا تبارك الله غير كانت اللي تسكرم بالنسبه للقافله اللي تسكرم التعاون ميدن فرحان بزاف زيد تستا بالنسبه للقافله الطبيه اللي تسكرم تستافد نقيس بزاف من ميدن الله يجزيكم بخير أراك تسامح بزاف الله يرحم لكم الوالدين هم تشكر جميع الدراري اللي كل يقام سلم جهودة الله يجزيكم بخير Thank you.